تكلمنا في المحاضرة الماضية عن يعني هنا من الجينيتك سيستم، و يعني بما أن هذا الكورس يجي على مبادئ كيمياء صغيرة الآلية الماضي، فحيكون هذا موضوع جديد وهو الأنالجيسيكس حسب السيليبس من الوزارة. الأنالجيسيكس طبعا مركبات هي مسكنة ويختلف عن الأنستيتكس. الأنالجيسيكس غير الأنستيتكس، الأنستيتكس مخدرة، الأنالجيسيكس مسكنة. إيش الفرق اللي بدر يدينا بين الدفن بين الأنالجيسيك والأنستيتكس؟ هو شو الريسبتر؟ نعم؟ الريسبتر؟ الريسبتر شو يعني؟ الريسبتر يعني إيه الريسبتر يشتغل على الأنالجيسيك يختلف. مثلا دكتور انالجيك يسوي ادكشن، انالجيك يسوي ادكشن من الادمان، يسوي طب يسوي ادمان الانالجيكس، الانالجيكس يسوي ادمان الانالجيكس، مثلا الاستيرويد راح يشتغل مثلا على الاوكسو الكوكس سايكلو اوكسيجين 1 2، لكن مثلا التخدير راح يتقني بنفس الساعه يسوي بلوك. يعني الأنالجيسيا غير الأنستيسيا. طبعا أول شيء التدقيق الآن، الأنالجيسيا هو يعني كما ذكرتم أنه يعني إنتراكشن مع الريسبتور، هذا يؤدي إلى تقليل النرف يعني ترانسميشن للسيجنال أو يقلل الأكتيفيشن في داخل النرف، سببه تحفيز الريسبتور معين في هذا النرف، ما يسمونه أنالجيسيا. الأنستيسيا هو عملية قطع بلوك للسيجنال ترانسميشن، قطع السيجنال ترانسميشن ليش للنرف يعني بسرعة عامة. الانالجيسيا طبعا من اسمها تشتغل على الريسبتور، اذا هي تشتغل كسكند اوردر كاينتيك، هي خاضعه ايش للقوانين السكند اوردر، يعني تبدا قليل فيرست اوردر ساتوريشن مع يصير زيرو اوردر كاينتيك. بينما الانستيسيا تخضع لاي قاعده؟ انستيسيا الانستيسيا يعني انتراكشن مع اكو ريسبتور يعني يسمونه unlimited receptor مع الممبرين، تخضع لأي أي كاينيتيك؟ زيرو فيرست أوردر كاينيتيك، يعني كل ما زادت الكونسنتريشن زاد عندك الأنستيسيا حتى يموت المريض، ما هناك ايش يعني ساتوريشن. النقطة الأخرى أيضا مهمة وهي أنه الأنالجيسيا بما أنه تشغل ريسبتور، وهذا ريسبتور كنا نسميه أحيانا أب ريجوليشن وأحيانا نسميه داون ريجوليشن. إذا كان هناك over activation للسويتش معين إيش يصير بينه؟ يجيت الفيدباك؟ إذا عندك سويتش معين دائما يصير له over activation كل شوية يعلق، إيش يصير بينه من النهاية؟ إيش يعمل الجسم الآن حتى يعمل كومبرومايز؟ إيش يعمل؟ داون ريجوليشن مثل ما عندك طفل دائما يلعب بالسويتشات، إيش يعمل أنت بالنهاية؟ خلي السويتشات، تعمل سويتشين ثلاثة، ما تعمل 10 سويتشات حتى لا يلعب بهم الطفل. فأنت لما عندك over activation للسويتشز الجسم مش عمال يعمل داون ريجوليشن للسويتشز. قلنا هاي الحاله موجوده وين مثلا حاله الانسولين دايبتيز تايب 2، اكو اوفر اكتيفيشن للسويتش فيس يعني في داون ريجوليشن عندنا ايش للانسولين ريسبتورز. نفس الشيء الان بالانرجيسي كومبوند، ياخذ شخص انرجيسي بصوره مستمر راح يسوي داون ريجوليشن للايش للريسبتور، فبالحاله ايش راح يسوي هذا عنده؟ راح يسوي عنده تشبع، عنده توليرانس. توليرانس يعني الدواء اللي كان ياخذه سابقا من الجيسي بعد ما يعمل الانجيسي ايش يعمل له زيج الدوز. السبب هذا طبعا واضح لانه عدد الريسبتورات قل بجسمه، فاصبح الدواء اللي كان ياخذه سابقا كان يعمل اكتيفيشن لهذا الريسبتور اصبح الان ايش بينه؟ ما كافي من اي ناحيه، هو الدواء له كي دي معينه، تقبلك عند ريسبتورات كثيره، فكانت حياته كي دي وين كانت يعني ما كلش قليله، اذا كانت تكفي انه يشبع اغلب الريسبتورات تفصل وترجع عنده ريسبتورات كثيرة. الآن أصبح عنده ريسبتورات عددها أقل، أصبحت هذا الدواء اللي كان يأخذه سابقاً بهذه الكي دي أصبح ما كافي، فهي محتاج زيد الدوز أو يأخذ دواء أخذه كي دي أقل. واضح؟ يزيد الدوز
او ياخذ دواء اخر ذو كيد، هذا يسمونه توليرانس، هذا يسمونه التوليرانس. هذا يحدث الان عند الناس اللي المدمنين، انه ايش يعمل؟ بعد ما يكفينه الدوز، ما تكفينه، لانه صار داون ريجوليشن. مثل ما شخص مدخن الان، المدخن ايضا يصير عنده داون ريجوليشن للنيكوتينيك ريسبتورز، فمع مرور الزمن ما يكفي تكفي السيجاره او باكيت انه يشبع الريسبتور. ايش يعمل الان؟ اما يحول على نوع اخر من السجاير، او ايش يعمل؟ او يزيد السجاير المدخنه باليوم. فهذا يسمونه ايش؟ يسمونه الداون ريجوليشن ريسبتور. هذا يحدث وين؟ يحدث معنا ان الجي سي كومباوند، معنا ان سي تي كومباوند، ماكو هناك شيء، ماكو هناك ريسبتور اصلا حتى يسوي الاب ريجوليشن داون ريجوليشن. واضح؟ احنا اشتغل مع اشتغل الممبرين. فبالنسبة للأنستيتي كومباوند ما هناك أدكشن، ما شخص يموت من على مواد أنستيتية. لا لو أخذ أنستيتي كومباوند بعد فترة عمل عملية مرة ثانية قد ينطون دوز أعلى مثلا من السابق، كلها نفس الدوز يعطوني. فما هناك إيش؟ توليرانس. إذا هذا فرق، يعني خلينا نقول من ناحية الديناميك أو بين الأنالجيسكس والأنستيتكس. احنا ناخذ الان انالجيسك كومباوند ان شاء الله، ناخذ جروب معين من الانالجيسك كومباوند، هي الاوبيويد الاوبيويد ريسبتور. هذا الاوبيويد ريسبتور يقلل السيجنال ترانسميشن في داخل الخليه، يقلل تكوين السايكل كي ام بي، وبالتالي يقلل الايش؟ الاكتيفيشن في داخل النيورون. الاوبيويد ريسبتور ما فقط موجود في النيورون، موجود ايضا يعني موجود في خلايا اخرى ايضا، سموث ماسلز مسؤول عن الكونتراكشن على سموث ماسلز. فواحد لاحظ يعني اختيار انا يعني هذه توزيع هذا ايش الريسبتور. طيب مين تتحدث اسمها الاوبيويد ريسبتور؟ نعم مين تتحدث اسمها الاوبيويد ريسبتور؟ الاوبيويد هو كلمه لاتينيه يعني اللي يعني مشتقه من الاوبيوم. الاوبيوم هو هذا ايش يسمونه؟ الخشخاش. ايه هو كان هذه ينطق اكتيفيشن هذه الريسبتورات يسموها اوبيويد. هذا الكلام راح يكون ايش هو يعني مقدمة على موضوع الشوكيت او الانرجي سكس. ف الانرجي سكس كومباوند طبعا قاعد من الاوبيويد سيكونانس شويه قلنا الناس مستوعبه بالكومنت حكم التريبتانس تيرامين ديريفاتيفز تريبتامين ديريفاتيفز أكو أضر يعني أضر جروب أوف كومباوند تشتغل على الجابا ريسبتور أيضا تقلل تعمل إنهيبيشن في النيورون. هذا إذا بستعمل يعني كأنرجيك كأنرجيسكس بستعمل أيضا كإيش ك يعني مواد مهدية كذلك سايكولوجي. بالنسبة لتقسيم البين هو إيش هو تعريف يعني البين؟ بين هو يعني سيجنال تصل للسنترال نيرفس سيستم تتم تفسيره على انه ايش؟ على انه هي يعني ابنورمال سيجنال. فهذا الابنورمال سيجنال قد يكون سببها اما مثلا يعني فيسيولوجيكال بين او انفلاماتوري بين او نيوروباتيك بين. فيسيولوجيكال بين يعني الم طبيعي مثلا شخص يتعرض مثلا لحراره مثلا زائده يعني حرق مثلا كومبريشن على سكين مالوتو او كارت او اي شيء، هذا يسمونه فيسيولوجيكال بين. اكو نوع اخر يسمونه انفلاماتوري بين، وهذا البين يكون سببه كيميائي. سببه يكون ايش؟ سببه انفلاميشن يصير بالتيشيو، فيصير عندك زياده بالنيورو ترانسميترز في هذا التيشيو او كيمو موديوليترز يعني مواد تجعل التيشيو هذا في حاله من التهيج. هاي المواد هي بتسبب بين عندك البروستاجلاندين. واكو نوع اخر يسمونه نيوروباتيك بين، وهذا سبب يعني مشكله بالنيورون نفسه، مشكله بالنيورون نفسه. مثلا الالم يحصل عند ايش؟ عند مرضى الانزلاق مثلا او تروفي، هذا يسمونه نيوروباتيك بين. يعني سبب الكومبريشن يصير على النيرف نفسه اللي موجود ايش بالايش بين الفقرات. اكو ايضا يعني مثلا مالتيبل سكليروسيس، وعدة أمراض أخرى مثلاً أو ديابيتيك أسوشيتد بين،
كل هذه الآلام عصبية تحدث لتجد مشكلة بالعصب نفسه وتسمى نيوروباثي بين. إحنا بالنسبة للجيسي راح نتعالج يعني طبعاً الجيسي لأكثر هذه يعني أنواع من الألم. التقسيم الآخر هو من ناحية الأكيوت والكرونيك. أكو ألم يعني تكون مؤقتة وألم تكون يعني كرونيك يعني مستمرة أو مزمنة. الألم المؤقت عن دائماً يتعريفه أنه الألم الذي يزول بزوال المسبب يعني أو هو إيش يعني cause associated pain. إذا شفت cause يروح pain وهذا النوع يسمونه acute pain. أكو كرونيك pain أنه ظل ألم مستمر حتى أنت زلت الكوز اللي يسبب البين. هذا يسمى كرونيك pain. يعني عندك الأرثرايتس مثلاً هذا الشيء يعني ألم مستمر يعني. زي بالنسبة الآن ندسكوري أوبيد ريسبتورز. طبعاً الأوبيد ريسبتورز كما قلنا هي الريسبتورات اللي تقلل من السيجنال ترانسميشن في النيورون أنه تعمل داون ريجوليشن أو تعمل تقلل إنهبيشن للسايكل كي إم بي. تقلل السايكل كي إم بي بداخل الخلية وتقلل الأكتيفيشن اللي تعمل الخلية. هذه الأوبيد ريسبتورز يعني discovered by using the radio labeled ligands. وهذه الطريقة هي يعني جيدة جدا في اكتشاف location of receptors مواقع ريسبتورات. أنت من عندك مثلا يعني ريسبتور ما تعرف اسم مكانه وتجيب ليجند على هذا الريسبتور وتنطينه إيش تنطينه تخلي من راديو ليبل أتوم كربون مثلا تخلي منه مثلا أو نيتروجين أو مثلا تخلي من راديو مثلا أيودين يعني أيودين ما يصير يعني راديو ليبل يعني أتوم. فالآن من تنطينه يعني للحيوان مثلا أو تنطينه للمريض فبعد ذلك تصور إيش تصور الراديشن اللي يطلع من هذا المريض بتعرف مكانات صبيه لوكاليزيشن لهذا الراديشن تعرف انه بهذه المكان عندك يعني ريسبتورات لهذا الليجن. هذا يسمى ايش يسمى استعمال الراديو ليبلد ليجنز. طبعا الايودين ما يستعمل ليش الايودين ما يستعمل راديو ليبلد ايودين لان الايودين يعني لوزي هالوجين يعني بسرعه يطلع من الجزيئه ما يظل ثابت فيها خلاف الفلور والبلور شويه اثبت. ف لهذا الأيودين الآن هو نحمل بالتايروسين. التايروسين يشيل الأيودين معانا ويزته بأي مكان بالتايرويد جلاند. لأنه هو إيش يمسك الأيودين ما يتشلف مونيكول بصورة يعني قوية يكون لوزي. فممكن بسهولة يطرح التايروسين الأيودين على التايرويد جلاند ويروح. فممكن على راديو ليبل الأيودين راح ينتشر ويطلع من المركب ينتشر بكل أنحاء الجسم فما يفيدنا راديو ليبل. زين بالنسبة للمواقع الموجودة هذه السيكترات موجودة بالسنترال نيرفس سيستم موجودة أيضا بالسمول انتستين موجودة بالأدرينال جلاند موجودة بكمية أقل باللنج والكيدني ما موجودة بالستومك ما موجودة بالهارت يعني بالهارت أنا بالنسبة للفيران يعني ما موجودة في السنترال بالهارت ولا بالستومك لكن موجودة بهذه الأشياء الأخرى بتراكيز مختلفة. أغلب أكثر التراكيز هي موجودة بالسنترال نيرفس سيستم الهايبوثالاموس والكورتكس السيريبرال كورتكس. انواع الريسبتورات الاوبجيت ريسبتورز تقسم بحسب السيكونس مالتها يعني الامينو اسيد سيكونس الى ميو كابا دلتا او ميو دلتا كابا والاورفان ريسبتورز او يسمون نون ريسبتيف ريسبتورز. التقسيم اولا نوعي الميو دلتا والكابا هي هذه الاوبجيت ريسبتورز تشتغل على الاوبجيت ليجنز بس هذا الان او بي ريسبتيف ريسبتور هذا ما يشتغل على الأوبجيت ريسبتورز عنده ليجاند خاص بينه لكن هذا الريسبتور دائما يطرح معاهم لأنه سيكونس مالته يشبه السيكونس مالته وهو أيضا يأثر على البين سيجنال يعني يقلل إيش من الريسبونس للبين يقلل من السيل ريسبونس للبين فيذكر معاهم ليس لأنه أوبجيت ريسبتور ولكن لأنه سيكونس مالته شبيه بهم وهو أيضا يقلل إيش الريسبونس للبين فيذكر دائما مع الأوبجيت ريسبتور يسمونه أورفان ريسبتور. إيش معنى أورفان؟ الأورفان يسمونه الأورفان يعني يتيم صح؟ اليتيم ما خدم أوليفر تويست ما خدم أوليفر تويست أوليفر ساز إيه هي هذه أورفان يعني أورفان إيش معناته يعني يتيم وبالتالي راح يصير عندك إيش يعني وحش ما أحد معه يعني بس يسمونه ريسبتور اليتيم
لو تجي تشوف الديستريبيوشن الاوبيد ريسبتر في البرين هتشوف انه يعني اغلبيه هي ميو وكابا ثم دلتا، يعني حسب الكونسنتريشن او التراكيز هذه الاوبيد ريسبتر كده. طبعا كل ريسبترات تعمل لك ايش، ان اذا تحفزت تقلل السير يعني او تقلل السيجنال ترانسميشن، لكن بنسب متفاوته. الميو يعتبر افضل او احسن واحد يعطينا اقل السيجنال ترانسميشن، وبالتالي يعطينا افضل ان الجي سي. يجي بعده ايش؟ يجي بعده عندنا الكابا والدلتا. المشكله عندنا انه هذه الريسبترات تعمل لنا الجي سي ايضا تعمل لنا ايش؟ تعمل لنا افكت غير الانرجيسيا، وهذا قلنا في المحاضره نهايه المحاضره الماضيه، قلنا انه جي بي سي ار مسير اكتيفيشن تعطينا سيجنال مسجز داخل الخليه، وهذه سيجنال مسجرز داخل الخليه مثلا عندك اربع او اكثر يعني باثويز، كل باثوي ينطق افكت معين، مثلا باثوي ينطق انرجيسيا. اكو غير باثوي مثلا ينطق مثلا ادكشن او ريسبيراتوري ديبريشن او سايكوسيز، يعني كل هذه الان باثوي اخرى تنطينا يعني غير افكت غير الانرجيسيا. ولهذا الاوبيود ريسبترز من تحفز انت الان صح تعطيك انرجيسيا تعطيك معها سايد افكت، مثل عندك الريسبيراتوري ديبريشن او سايكوسيس او كونستيبيشن او فوميتينج، كلها تعطيك ايش؟ تعطيها يعني الاكتيفيشن اوبيود ريسبترز. كما ذكرنا في المحاضره الماضيه الان الفكره الاساسيه انه نصمم موليكيول معين على الشرع الريسبتر نصمم بحيث انها تعمل بايز او نسمى انحراف، تحفيز انحرافي، يعني ما تحفز باثوي كل باثوي بنفس المقدار، تميل نحو باثويز دون باثويز اخر، ممكن تحصل مركبات انتبهت تحفيز انحرافي انه تنطق انرجيسيا وذ لور ادكشن او لور ريسبتري ديبريشن، لكن قلنا هذا يعني هو بعد ما يزال يعني ببداياته. إذا بالنسبة للأوبيويد ريسبترز الميو ريسبتر طبعا تعطيك سترونجست انرجيسيا، سترونجست انرجيسيا أحسن انرجيسيا تعطيها الميو، لكن يكون معها ايش؟ يكون معها يعني سيديشن، ديبريشن، اديكشن. الكاب الدلتا تعطيك أيضا ويك انرجيسيا أقل من الميو، لكن يكون معها ايش؟ ريسبيراتوري ديبريشن. الكاب تعطيك ويك انرجيسيا سيديشن ما بها ريسبيراتوري ديبريشن. فكان الناس يظنون انه الكابا هي احسن ريسبتر حتى نحصل الانرجيسيا، لانه ما بيه سايد افكت قويه مثل الميو مثل ايش؟ مثل ايش الدلتا. طبعا الريسبتري ديبريشن هذا قد يؤدي الى اختناق، يعني ما ديبريشن بسيط، يعني اكثر المرضى يموتون من اوفر دوز اوف مورفين مثلا يموتون بسبب الاختناق، اختناق يعني ما يعتقد يعني ما يسمونه اختناق، يسمونه ايش؟ يعني ريسبتري ارست، قف التنفس عندي. السايد افكت هم بسبب الناس اللي يكتب على السيبتر ونفس الريسبتر بس نعم نفس الريسبتر قد باثويز وهي باثويز من الانرجيسيا من الريسبتر ديبريشن من تعطيك غير شغل. احنا قلنا يعني اكو جي بروتين كابل ريسبتر صح يسموه جي بي سي ار جي بروتين، مع جي بروتين اكو مريض يسموها بيتا ارستين، بيتا ارستين هي مع الجي بروتين، والبيتا ارستين هي مسؤوله عن ايش؟ مسؤوله عن هاي سايد افكت يعني ادكشن او الريسبيراتوري ديبريشن.
البيتا أغستين هو يعني يكون موجود مع يعني يمكن ينتهي مع مع إيش مع مع رسيتر من الأسفل يشبه الدي بروتين. البيتا أغستين مسؤول عن إيش؟ مسؤول عن الأبست، إيش هو الأبست؟ يعني السجن، يسجن الرسيتر في داخل الخلية حتى يحلله، يمنعه من إيش من التكوين، يعني مسؤول عن إيش؟ إذا هو يعني يمسك الرسيتر ويسحبه نحو السيتر لازم، يعني يشلعه من من الممبرين. البيتا أرستين يعني مسؤول عن إيش؟ دورة مسؤول عن دورة ريجوليشن ريسبتور. البيتا أرستين هو متعلق متعلق بإيش؟ بالأدكشن متعلق بإيش؟ بالريسبيرتوري ديبريشن. هذا البيتا أرستين هو يعمل مشاكل يعني لو إحنا نقدر نعمل أكتيفيشن لجي بروتين بلا بيتا أرستين نخلص من مشكلة الديبريشن والأدكشن. وهذا هو يعني هو الشيء إيش؟ يعني الناس فكروا فيه يعني. المهم فعندك الكابا كان يظن انه احسن شيء لكن مشكله الكابا انه تيك سايكل يعني يعمل لك سايكوسيس يعني او يسمونه دايسفوريا يعني حاله نفسيه او حاله مودي يصيروا ينعجق يعني عند الشخص. ايه فالاكثر الناس اللي استعملوا السلكتيف كابا اجونست ما كانوا مرتاحين يعني لانه هو شعور انه ليسي بس ماشي بالراحه يعني. لهذا السبب بقوا على النيو ريسبتر ك يعني مين انرجيسيك ريسبتر. وهذه الامور السايد افكت سواء كانت ديبريشن او ريسبيرتوري ديبريشن او ادكشن يحاولون يقللوها باستعمال البايزد اكتيفيشن. اكو مشاكل اكو ماكو مشاكل اكو تعقيدات كثيره بالاوبيد ريسبتورز. اولا هي ثلاث انواع من الريسبتورات. النقطه الثانيه انه الريسبتورات ما تكون مفرده ما يكون بوحده ريسبتور يعني على شكل دايمر ويكون احيانا تيترام رباعي دايمر وتيترام. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته ان هناك ايش كوردينيشن بين الريسبتورات يعني احيانا الريسبتور يتحفز ويأثر على اليمو زياده او سلبا جعل يتحفز اسرع او يتحفز اقل فاصبحت عمليه الاكتيفيشن ما دايركت يعني ما الريسبتور واحد ينتج سيجنال مباشره يتحفز لا قد ياخذ الاجونست لكن اليمو يعمل انهبيشن فما ينتج سيجنال او ينتج سيجنال مثلا على اتجاه غير اتجاه اخر فهذه تجعلك هناك تعقيد بمساله التحكم بالاوبيد ريسبتورز. اولا انها اكثر من نوع. ثاني شيء انها مكونه من تقاعش دايمر وتيترامر. ما بس ما فقط دايمر وتيترامر هومو دايمر او هومو تيترامر. هيتيرو دايمر هيتيرو تيترامر. يعني احيانا يكون مثلا ميو مع دلتا. ما ميو مع ميو دايمر او ميو مع كاب. ما بس هاي قد يكون ميو مثلا مع ادرينرجيك ريسبتور. يعني واحد يمل الاخر ميو مع ادرينرجيك ريسبتور. فتجعل عملية اصبحت يعني تفسيره ما يكون ما بذاك الامر السهل يعني تفسير الاكتيفيشن ما يكون هذا الامر السهل ورجعت الامور تبدو يعني معقده بالنسبه للاوبيد ريسبتورز. سبب ايش سبب ايش؟ انه عده انواع واكو يعني مالتي ميرايزيشن يعني تعدد يعني دايمر وتيترامر واكو هي اصلا هيتيرو مالتي ميرايزيشن يعني ما بس ميو مع ميو مع كابا ميو مع دلتا او ميو مع الفا الانرجي فتاثر كل اللي طبعا على الاكتيفيشن ريسبتور تاع الاكتيفيشن المعقد زين شكل جوا جي بي سي ار نفسه الجي بي سي ار اخذناه انا سابقا مع الماسكارينيك وعلى الانرجي يعني ايضا مكون من لوبس نقلنا الجي بي سي ار مكون من 7 ترانسبرينال هليسيس يعني تي ام يسموه 7 ترانسبرينال هليسيس ومكون ايضا عندك من الاكسترا سيلر لوبس وعندك من داخل الانترا سيلر لوبس. الانترا سيلر لوبس هذه مسؤوله عن انتراكشن مع الجي بروتين ومع البيتا ارستين. الاكسترا سيلر لوبس مسؤوله عن انتراكشن مع الليجند قلنا تعمل عمل ايش؟ عمل شبه عمل ايش؟ فلتر المركبات في داخل الريسبتور. لو قارنت يعني انواع الامينو اسيد الموجوده بالريسبتورات الثلاثه ميو ودلتا والكابا لاحظ انه هناك تشابه في بعضها واختلاف في البعض الاخر. والنقاط البيضاء تعني انه هناك اختلاف في السيكونس. راح تلاحظ الان انه في داخل الريسبتور مكان الانتراكشن مع الريسبتور غالبا يعني نوعا ما هناك تشابه كبير يعني بين ايش بين الميو والدلتا والكابا. لكن الخلاف وين يكون لك الان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اسف على المقاطعه.
بس تبليغ كيف بدي أصلاً عين في اللعبة بس اليوم يعني بعد ما تخلص من كيلو محاضرة محمد اللي يحب منكم يتطور منكم معانا التنظيف اختبارات مرات يعني كل واحد يمسك شغلة اللي يناسبه اللي حدا يحب طبعا هي لكم اللي لنا جايين كثير شغلات استقبال طلاب عندنا كثير مناسبات هي الدنيا صابيها يعني احنا عندنا سرطان انا مساعد تنظيف وبني وهي القاعه والمختبرات جوا ما عندنا احنا حد يعني كنا نكون غير الولدين فقط جوا اللي يحب يكون مساعد مثل بس يخلص كم مستر محمد حتى يوزع معنا يحتاجون بها الى امكن بالنسبة للـ three type of receptors كما شاهدون الـ sequence هذا متشابه بالtransmembrane تقريبا يعني النقاط الغامقة يعني هذا الأمينو أسيد اللي موجود دائما يعني مثلا دكواني مثلا الفالين مثلا موجود في كل في الميو والدلتا والكابا مثلا واضح؟ إذا كان عندك مثلا 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 هذا هو عندك الفينال الأناني مثلا موجود في اثنين دون الثالث يعني أنت تكون إيش يكون ماتو السيكونس يعني تشابههم أقل. أما النقاط هاي البيضاء يعني إيش معناتها؟ معناتها السيكونس مختلف تماماً يعني كل الدلتا والميو والكابا كل واحد عنده أوان ماشي مختلف عن الأخرى. فتلاحظ أنه الشبه هوني يعني السيميلاريتي عالية في داخل بس عندك بالإكسترا سيرو لوبس يكون إيش؟ عندك اختلافات كثيرة بالأمينو أسيد. وهذا اللي إحنا ذكرناه سابقاً قلنا الإكسترا سيرو لوبس تعمل كثلاثة. تعمل ايش يسمونه الانيشال انتراكشن مع الليجن قبل لا يدخل داخل الريسبتور فاختلاف هذه الاكسسيرودوكس يعني ان هناك اختلافات في الليجنز كل الريسبتور يتحد مع ليجن غير الثاني لانه يعني اللوب مالته يختلف عن اللوب الثاني يعني الفلاتر مالته تختلف عن الفلاتر الاخرى ولهذا السبب اكو يعني ليجن ما تشتغل على مين ما تشتغل على كابا او تشتغل على دلتا اختلافات بايش بالسلكتيفيتي سببها احد او احد اسبابها هي الاختلافات الواضحه بالاكسترا سيلولر لوب الموجوده في الايش في الريسبتور فهمتوا النقطه هذه كنا سابقا يعني الان يعني كمثال مثال واضح انه ليش الاكسترا سيلولر لوبس تؤثر على السلكتيفيتي لهذه الريسبتورات زين نبدا يعني باول ليجن تشرف في داخل الجسم وهو يسمى الانكيفالين الانكيفالين طبعا هو بيبتايد وهذا البيبتايد هو مسؤول عن تحفيز الايش الاوبيويد ريسبتور طبعا الناس من عرفوا الانكيفالين بداوا يعني يحللونه ويشوفون ايش تاثير لكل امينو اسيد انه انه قليله هي فقط عندك يعني 5 امينو اسيد لكل الليجنت واصبح الناس يبدون امينو اسيد مكان امينو اسيد اخر يشوفون ايش تاثيرات هذه على الاكتيفيتي لهذا الايش الانكيفالين موجود في الجسم نوعين يسمى الميت انكيفالين وعندنا الليو انكيفالين يختلفون في الفاينل امينو اسيد طبعا اخر امينو اسيد هو اقل اهميه من البقيه يعني الماك هو يعتبره اساسي واقل اهميه من البقيه لكن يعني الاهم هو الامينو اسيد الاول هو التايروسين هذا اهم امينو اسيد موجود في الانكيفالين لماذا؟ لأن هذا التيروسين الحقيقة هو اللي يعمل الانتراكشن مع البايندينج سايت في الأوبيويد ريسبتورز. لو راح نشاهدوا بعد شوية أنه هذا التيروسين أمينو أسيد صح هو أمينو أسيد تيروسين لكن ينطينا فارماكوفوريك فيتشر يعني شكل فراغي انتراكشن فيت على ريسبتور. وحتى المورفين نفسه اللي ينطينا اكتيفيشن للأوبيويد ريسبتورز يعطينا هذا الإفكت لأنه بينه شبه من ايش؟ بينه شبه من التيروسين بالحقيقة. يعني حتى المورفين اللي يعطينا افكت هذا ليش يعطينا افكت لانه بينه شبه من التيروسين امينو اسيد فالتيروسين امينو اسيد في الانكيفالين مهم جدا انتراكشن لانه هو ايش؟ لانه هو اللي يعمل انتراكشن مع ريسبتر كانه هو المسج اللي قاعدين فيه المركب للريسبتر هاي المسج نفسها موجوده وين؟ موجوده في المورفين لكن شكل المورفين هو ما بيبتايد لكن فيه شكل شبيه بهذه المسج مثل ما شاهدنا الاتروبين اللي هو ما استايكولين لكن فيه مسج استايكولين داخل التروبين نفس مبدا بالنسبه للمورفين زين بالنسبه لي هذا الانكيفالين طبعا الناس كيف يعرفون انه المركب هذا هو يشتغل اوبيويد ريسبتور ما يشتغل احنا ذكرنا قبل شوي انه موجود الاوبيويد ريسبتور بالسمول انتستين
تراكيز متواصله. فبداوا الناس يعملون ياخذون قطعه من الانسولين انتستين ويحطوها داخل بفر، وبالبفر يخلون قطرات من هذا الانكفالين او مورفين او اي ماده اخرى، ويشوفون الكونتراكشن ايش للانتستين. هذا بعمل كونتراكشن انتستين لازم اسوي شيء ايش عنده بالنهايه، يعني شخص اخذ مورفين يصير عنده كونتراكشن انتستين اللي معاه ايش يصير عنده؟ يصير عنده لا يصير عنده كونتراكشن. احنا عندنا بالامعاء قمعين من العضلات، عضلات طوليه وعضلات ايش؟ حلقيه يسموها ايش؟ لونجو ما اعرف يسموها لونجوتيودنال او سيجمنتال، سيجمنتال مسلز اللي تكون على شكل يعني ايش؟ حلقيه وبطوليه. ويقلص العضلات الحلقيه، اذا تقلص العضلات الحلقيه ايش يصير عندك؟ يصير عندك كونستيبيشن. تقلص العضلات الطوليه ايش يصير عندك؟ يصير عندك دياري. ويقلص العضلات الحلقيه ويسمى ايش؟ سيجمنتال مسلز، ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا ايش؟ كونستيبيشن. هذا الان اكو بعض الادويه تستعمل كانتي دياري مضاده للاسهال هي اوبيويد ديريفيتيفز. مثل عندنا ايش؟ مثل عندنا اللوبرامايد. اللوبرامايد والدايفينوكسيليت هي مركبات شبيهه بالاوبيويد ويتعمل يعني كونستيبيشن عكس الدياري. طبعا اكو مواد ايضا، طبعا هذا احنا قاعد نحكي على انتستن، ايضا بالريسبيرتر ديبريشن اكو مواد تنضاف على 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 الشرابات اللي تعمل من الفورموكودين مثلا، او عندك مثلا ال يسمونه توسيرام، هاي مركبات كلها هي ايضا كانت تشتغل وهي تعمل ريسبيرتر ديبريشن تقلل الكاف ريفلكس، فهي تعمل كومبريشن بايش؟ او تقلص بالعضلات يعني سمول انتستن سيجمنتال مسلز. فمن تحت شو التقلص انه تعرف انه عندك مركبك هذا يشتغل اوبيت يعني اغونست. اذا خليت مركبك وقلل التقلص بوجود الاغونست معناته مركبك يشتغل كانتاغونست، وهكذا الناس بدا يعني يتعلم. زين هذا الانكفالين هو قلنا خمسه بيبتايد، تايروسين جلايسين جلايسين فينايل واكو ميثيونين واكو ليوسين، يعني نوعين من الميت انكفالين واليو انكفالين. تايروسين طبعا هو اهم امينو اسيد بالبيلين كلز، هذا قلنا التجربه انه يخلي ويشوف الكونتراكشن ليش للمصل، اعتقد المفروض يعني تاخذون شبيهه بها بالفارماكولوجي. ما عاد كم هذا اورجان باث وما اعرف ايش تدخلون بين اورجان بعد ووتر باث لا ما ووتر باث هذا ويشبه الووتر باث بس ما تخلي بينه ماي، تخلي بينه بفر وبينه هي تقريبا درجه حراره 37 مثلا درجه حراره يعني الجسم وبفر وتشبه بينه مثلا مرات يعني وايرات مثل وايرات بالص كهربائي او واي ديتكشن للبالص الكهربائي وعشيات بسيطه ما معقد، يعني اعتقد راح تتوفر بكل ان شاء الله. فهذا يستعملونه ايش في شيء انه يكون هالمركب يعمل كونتراكشن على يعني سكوت مصلز ولا لا. هل الانكفالين موجود فقط عند الانسان؟ طبعا لا، موجود هو يعني في حيوانات اخرى، في حيوانات موجودين يعني موجوده رابطه للانسان. وهناك اختلافات بالسيكونس بين الانكفالين للانسان والانكفالين للحيوانات. طبعا مثلا عندك مثلا في الفروك فيه مثلا ديال مورفين موجود بالسكين مال الفروك، هذا من اقوى انواع يعني المورفينات قوي جدا. وايضا عندنا الكازومورفين الموجود وين؟ موجود بالحليب بيتا كازومورفين. زين البيتا كازومورفين طبعا موجود في الحليب سواء كان للعقار مثلا، والانسان ايضا عنده بيتا كازومورفين الحليب. ولكن راح تلاحظ انه البيتا كازومورفين للهيومن يختلف عن البيتا كازومورفين للكاو باثنين امينو اسيد، تو امينو اسيد. واكو دراسات حديثه يعني تقول انه اكو علاقه بين تناول الطفل كميات كبيره من الحليب الصناعي اللي بوجود بينه كاوس بيتا كازومورفين والتوحد اوتيزم. تناول الحليب اللي الصناعي مثلا الكاوس اللي بينه مشتق من حليب الابقار اللي بينه بيتا كازومورفين مال الابقار اللي يختلف عن بيتا كازومورفين اللي هيومن ب 2 امينو اسيد جعل هناك اضطراب بالاكتيفيشن اوف بيت ريسبتر عند الطفل، بالتالي يؤدي هذا لتكوين الاوتيزم او التوحد. رايت يعني هذا شيء يعني تم يعني اخذ دراسات عليه. ليش؟ قلنا لانه اختلاف ب 2 امينو اسيد.
اذا بيتا كازومورفين يعمل يشتغل ايضا كانرجيسيك وايضا بينه تاثير يعني ادكشن ممكن يصير ادكشن بيتا كازومورفين. ولهذا السبب هناك نظريه يعني انه بعض الشركات اللي تسوق مثلا المواد الغذائيه تسوق مواد غذائيه بها بيتا كازومورفين عالي حتى الناس يسويهم يصيرون ايش يعني متعلقين بهاي الشركات وبالبرودكت مالتها مثلا خاصة في بعض المطاعم مثلا المشهورة خليك دائما يعني مع الاكل خلي جبن تشيز ايش بينه بروتينات ومن ضمن البروتينات ايش يكون عندك كازومورفين بيتا كازومورفين فالشخص دائما ياخذ بيتا كازومورفين بصورة مستمرة باللفات وما اعرف ايش كل شيء يصير متعلق ببيتا كازومورفين بالتالي يصير عنده ايش ادكشن يتكلم على هذا الاكل يعني هي ما بتخلو لك مادة يعني مصنعة مادة طبعا موجودة بالحليب يعني ما تقدر تقلل مدخول المادة انت يعني مادة مخدرة بالاكل ومادة تعمل ادكشن لكن يقول لك هو بيتا كازومورفين موجود بالحليب تقدر تاكل جبن فعادي انت يصير عندك ادكشن على الجبن ما في مشكلة يعني فاكو يعني نظر يعني عدة مقالات يعني تحكي انه هل الجبن هو يعمل ادكشن كثرة تناول الجبن بهذه الكميات الكبيرة هذه يعني هل يعمل ادكشن ولا لا حتى يعني البارلي او الطحين القمح ايضا بينو يعني هذا يعني مركب شبيه بالانكفالين يعني وايضا يعمل لك يعني اكتيفيشن لوبيد ريسبتورز يعني تلاحظ هذا التيروسين ما عرفش ايضا موجود بايش بالجليادين سيرو الفا جليادين سيرو فهذه المركبات كلها ليش بها يعني انكفالين اكتيفيتي او اكتيفيشن فيد ريسبتور وبالتالي قد تعمل ايضا يعني ادكشن